أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون الحياة. مساء الخير. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا نجلاء، ازيك؟ عاملة ايه؟ النهاردة معانا دكتور محمود حسن. هيكلمنا عن الكورونا. وهنتكلم عن الأدوية، أي بيت مصري، أي أم تبقى قاعدة قلقانة، ابني مثلا جاله كورونا، أنا مش عارفة هو جاله، بيحاولوا اللي هم يشوفوا الدنيا فيها ايه. فهنشوف هيتكلموا ازاي، نتكلم مع الدكتور ونشوف ممكن يتوجه. بس انا جلاء الموضوع ده بقى خطر جدا، واليومين دولت يعني لازم احنا نحترس بد واجراءات الاحترازيه. ما هم مش فاهمين بقى اسكان برد ولا بتاع الادويه، اكيد الدكتور هيتكلمنا عليه طبعا. ده هيبقى في الفقره الاولى. بس يا محمود، لما حد بيجي له برد بيفتكره برد، هو ايش عرفه هيجي له كورونا؟ دي كورونا ولا مش كورونا؟ فدكتور محمود النهارده يكلمنا ويعرفنا. ماشي. انا بس في البدايه كنت عاوز اقول الف مبروك للنادي الاهلي بفوزه على نادي الدحيل، وان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله مع بايرن ميونخ ان شاء الله، وان شاء الله تبقى يعني يطلع النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا استاذ محمود. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. ازيك يا دكتور، منورنا. اهلا بيك، ربنا يخليك. كل بيت مصري بيبقى فيه تساؤلات كتير قوي. اكيد. لو برد مش عارفين هو برد ولا كورونا، لو عطس احنا خايفين هو برد ولا كورونا، كح شويه هو برد ولا كورونا. فاحنا عايزين برضو ايه يعني نفهم الناس هم قاعدين كده ايه اعراض البرد وايه اعراض الكورونا. تمام. طيب مبدئيا هو كل حاله برد كورونا الى ان يثبت العكس. بمعنى انا دلوقتي عطست، جالي دور كحه، كحه ناشفه، كحه بلغم، تكسير في الجسم، تكسير في الجسم، الكلام ده كله انا بحط نفسي في عزل. هي كورونا لحد ما يثبت ان هي مش كورونا. طيب في حاجات بتنور كده للكورونا، انعدام حاسة الشم والتذوق. طب ما كنا برضو بنحس برضو لما كان بيجي لنا برد، ما كناش برضو ما عندناش حاسه الشم والتذوق دي برضو يا دكتور؟ هو معلش استاذنك يا دكتور، يعني هي انا شايف ان هي ايه، في حاله ذعر جامده. تمام. بالنسبه مش الوطن العربي بس ولا مصر، للعالم كله. في العالم كله مظبوط. يعني حضرتك تقول لنا برضو ليه الذعر من كورونا؟ هل الكورونا برضو يعني زي ما قالوا الكورونا موسم اول وبعدين موسم تاني؟ تمام. عاوزين ايضاح كده للساده المشاهدين، يقول تقول لنا ايه كورونا. طيب هو مبدئيا كورونا زي ما احنا عارفين هو فيروس بدا في الصين 2019 اواخر 2019 وبدا ينتشر للعالم كله. مشكله الكورونا او البعبع بتاع الكورونا ان هي بتنتشر بشكل سريع جدا. دايما الفيروس بيبقى ضعيف. يعني مش كل الفيروسات طبعا، بس الفيروس بشكل عام، فيروس البرد او اي حاجه، جهاز المناعه هو اللي بيتغلب عليه، على عكس العدوى البكتيريه. العدوى البكتيريه بتحتاج انتيبيوتيك وبتحتاج رعايه كبيره شويه. بالظبط. مشكله خطوره الفيروس دايما بتبقى في المود اوف ترانسميشن، طريقه العدوى بتاعته، طريقه انتقاله. الكورونا ده اللي عامل الذعر، ان هو بيتنقل من الهواء، من الاسطح. لو انا عندي كورونا وجيت مسكت المج وجي حد بعدي مسك المج وشرب منه، حط ايده على وشه او كل حاجه بايده او كده، اتصاب بالكورونا، على عكس اي فيروسات برد عاديه. بالظبط. بيبقى لازم طريقه عدوى مباشر. انما الفيروس مشكله الكورونا ان هي بيقدر يقعد عايش حيوي على الاسطح حتى بعد ما تسيبه بكذا يوم. تمام. فدي مشكلته. انما هو خطير او لا، هو خطير، دي حاجه ما نقدرش ننكرها. حصل وفيات كتير، حصل اجتياح للعالم كله، خطير. دلوقتي احنا في امان الحمد لله، في ادويه نزلت قويه جدا من ضمن البروتوكول المصري، خلاص بره اللقاح المصري موجود والناس بتطعم. هنا برضو وصل لنا مصل من الصين، الاطباء والجهاز الطبي كله، التمريض والكلام ده كله بدا يطعم منه. وعايزين بس نوعي الناس في النقطه دي. ناس كتير قوي تسالني هو المصل جه، طب احنا ما بنطعمش ليه؟ طب ليه ما فيش حملات تطعيم؟ هو لازم الاول احمي خط الدفاع الاول، الناس اللي هي بتواجه حالات في العزل كل يوم. طب معلش قبل ما نخش للموضوع ده بقى، حضرتك تقول لي طرق الاصابه. معلش يعني انا اسف اني قطعت حضرتك. تمام. هنبدا بقى طرق الاصابه وبعد كده نبدا حضرتك. هو طرق الاصابه يعني يعتبر احنا قلناها في النص، سواء بالاتصال المباشر، تمام، او ملامسه الاسطح. احنا دايما لازم نوعي الناس، تبقى تاخد بالها شويه، تستخدم الكحول، تستخدم المطهرات، الكلور، الحاجات ديت، علشان دايما ممكن
ينتقل من خلالها. طبعا التباعد الاجتماعي لازم يبقى مهم جدا، نلبس الكمامات بس. طب ايه بقى الاعراض لو انا حسيت بيها اجري بسرعه على الدكتور؟ طيب اول حاجه زي ما قلنا ان عدم حس الشم والتذوق. حضرتك قلتي لي ان البرد العادي ممكن بنحس بنفس الاحساس ده تمام بس مش بالدرجه اللي بيحسها مريض الكورونا. مريض الكورونا تماما، يعني حضرتك لو يعني ليا صديق ليا كان متصاب بالكورونا كان بيقول لي عشان احس بطعم كوبايه الشاي بحط 8 معالق سكر. طب انت كنت بتشرب كام؟ بمعلقه واحده. يعني عمر ما حد عنده برد بيحط 8 معالق سكر عشان التذوق. كمان يا دكتور برضو بيفرق، يعني حست يعني الشم طبيعي بيبقى في الزكام، يفرق ما بين السكر والملح. تمام. لا ده كمان دي كورونا مفيش بقى برضو. ما بيبقاش قادر يفرق. لو البرد ممكن نقدر نفرق في البرد، ممكن نفرق ده سكان مسكر او اهم حاجه في الكورونا الجهاز التنفسي. لو حصل اي ضيق في التنفس او مشكله في التنفس دي لازم فورا بنتجه للمستشفى، مش لسه اروح ادور على العياده واكشف طب اديني فيتامين طب اديني مضاد حيوي. دي التنفس اللي هو اللي انا مش قادر اتنفس خالص، مش قادر اخد نفس يعني خالص مش قادر اعمل الاكتيفيتي بتاعتي. بس الاعراض ديت بتختلف من حد لحد ولا يعني كل شخص بتجيله اعراض؟ سؤال ممتاز. بتجيله اعراض غير التاني على حسب الحاله المناعيه للشخص، على حسب الحاله الصحيه. حاجتين، هل الشخص دوت رياضي؟ هل الشخص ده بياكل كويس؟ هل الشخص دوت مدخن او لا؟ هل الشخص دوت عنده مرض مزمن او لا؟ الامراض المزمنه برضو. الامراض المزمنه الضغط، في ادويه ضغط بتسهل الاصابه بالكورونا. تمام. ادويه ضغط، في ادويه ضغط بتتاخد بتسهل الاصابه بالكورونا. تمام. بدون ذكر اسماء برضو يعني ما هو طبعا الدكاتره عارفين بالادويه دي واتعمل عليها كذا ستادي وتبلغوا بيها. طبعا كل الدكاتره بتبقى ابديتد الفتره دي. تمام. بتغير الدواء. فلو انا مريض ضغط وباخد دواء معين لازم ارجع للطبيب عشان بتاعي عشان اتجنب برضو ان مريض الضغط كمان بيبقى مكمل على الدواء كده كده. مش بيروح كل شويه تابع مع الدكتور. بالظبط صح. فلازم ارجع للدكتور، يا دكتور هي الادويه دي فيها مشكله؟ تمام. انا دلوقتي مثلا يعني اكثر الناس عرضه للكوفيد الكوفيد 19 يعني مين اكثرهم؟ يعني انا مثلا عندي القلب. تمام. عندي سكر. تمام. عندي ضغط. تمام. ايه الاكثر يعني مرض؟ وطبعا نتمنى الشفاء لجميع الناس. ايه اللي ممكن يتاثر بيه بسرعه؟ تمام. السؤال ده اجابته سهله قوي لو نعرف اهم حاجه بيصيب بيها الكورونا الشخص الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي. فمرضى الجهاز التنفسي نحط تحتيهم 100 خط. ده لازم لو انا هتعلم اللي هو ايه؟ مريض ربو عنده حساسيه على صدره، بيجي له دور برد بشكل مستمر، مناعته ضعيفه واقعه، اللي عنده التهاب في الجيوب الانفيه. مظبوط. تمام. ان شاء الله يا دكتوره. المرضى دي بالذات لازم تاخد بالها كويس جدا ان لو حصل اي انا متعود ان يجي لي جيوب انفيه. تمام. انا الحساسيه على صدري معروفه وعارف اعراضها ايه. لو حسيت بس بحاجه صغيره جدا زياده على اللي انا متعود احس بيه لا لازم الجا كده. برضو احنا وصلنا لنقطه كويسه، يعني دور البرد كل واحد عارف دور البرد بيجيله ازاي. مظبوط. فهو لو حس باختلاف غير الدور اللي هو بيجيله يبقى هو يتجه للطبيب على طول. طيب والله يا دكتور انا عندي برد بس بشم وبتذوق عادي بس ما عنديش مشاكل في التنفس. تمام. ده انا حصل لي الموقف ده. تمام. اعمل ايه؟ اعزل نفسك. في ناس كتير بتبقى ما عندهاش اي مشاكل ومن ضمنها لعيبه المنتخب. الناس دي بتبقى زي الفل وبتنزل وبتجري والكلام دوت. تمام. بيتعمل لها تحليل طبعا كل قبل ماتش. في ناس بتطلع 24 ساعه او 48 ناس بتطلع بوزيتيف. طب انا مش حاسس باي اعراض بس ستيل بوزيتيف. بيقول لك التحاليل غلط. انا يعني كان قاعد معايا زميل وبيتكلم وبيقول لك انا كويس. انا رحت عملت ولقيت التحليل بتاعي ايجابي. ايجابي. بصيت له قلت له ايجابي، قال لي بس انا مش حاسس باي حاجه اصلا ما تخافي. مظبوط. طب ايه؟ مزبوط. طيب التحليل يقول لك التحليل غلط. لا مش تحليل غلط، انت مناعتك كويسه. زي ما قلنا ممكن دور البرد يجي لي بشويه ليمون دافي في البيت بقرص. بس عصير الليمون يا دكتور كويس ولا بيفسد؟ انا اعرف العصير الليمون بيفسد قيمه الادويه، يعني ما يخليهاش تبقى فعاله اكتر في الجسم. جديده دي. جديده. دي صح يا دكتور؟ لا دي لا. يعني عصير الليمون يعني يقول لك ما تاخدش الدواء تاخد وراه عصير الليمون. اعتقد يا نجلاء اللي هو بس اللي معدته، يعني انا مثلا معدتي تعبان الليمون بيبقى حامض جامد عليا فبيتعبني. تمام. يعني جدار المعده صح كده؟ مظبوط الكلام ده. يعني ما ياثرش على الادويه؟ طب انا برضه لا 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 بص هو ما ياثرش على الادويه، هو ممكن زي ما استاذ محمود قال ممكن بيعلي درجه الحموضه بتاعت المعده. بالظبط. فبيعمل حامض صح؟ تمام. بيأثر. في ناس عندها حساسيه من مشروبات معينه او مش شرط الليمون.
تمام، واحد مثلا بياكل كشري، الكشري ده بيعمل له حموضه جامده جدا تمام، فبيعلي البي اتش بتاع المعده. ففي ادويه معينه لا، لازم بي اتش معين، درجه حموضه معينه في المعده عشان الادويه دي تبدا تبقى فعاله. يعني يقول لك ما تاكلش سمك، ما تشربش لبن، كده الكلام ده صح يا دكتور ولا غلط؟ لا لا لا، ما فيش اي مشاكل على الاكل، ما فيش اي حاجه. طب يعني دكتور، كنت عايز بس جات لي حاجه على الصفحه بتقول انا، طب انا دلوقتي عايز اعرض احط نفسي واعزل نفسي، الدكتور بيقول نعزل نفسنا. تمام. بيقول لحضرتك يعزل نفسه ازاي؟ بس قبل ما حضرتك ترد انا معايا مكالمه. طيب. الو. ايوه الو. ايوه مساء الخير يا فندم. اهلا مساء النور، حضرتك دكتور ايه؟ لا انا مع حضرتك محمود المذيع. اه اهلا بحضرتك. طيب حضرتك اموري. انا دلوقتي انا عندي اكتئاب. ممكن حضرتك تعلي صوتك بس معلش يا فندم؟ اكتئاب اكتئاب. الو. ايوه فندم. انا عندي اكتئاب ونفسي مسدوده عن الاكل، اعمل ايه؟ تمام شكرا لحضرتك. يعني ما باكلش خالص. سن حضرتك يا حاجه، سن حضرتك الله يخليك. السن يا حاجه؟ السن 70 سنه. ربنا يدي حضرتك الصحة. ربنا يديك الصحة. أنا سألت برضو على السن علشان في علاج ما ينفعش. أشكرك يا فندم. أشكرك. بس أسأل على سؤال. اتفضل. معلش هو أنا خدت قطعة. اتفضل. يعني هو الحالات دي بالذات لازم بنلجأ للدكتور نفسي. يعني حالات الاكتئاب بيبقى ليها أدوية معينة. ما أنا بسأل على السن يا دكتور برضو عشان كده. أنا كنت عايز بس أسأل، الاكتئاب تعرضت لحادث أو تعرض حد فقدت شخص عزيز عليها أو حاجة. طب الأستاذ سعاد لو حضرتك حبيتي تكلمينا تاني الدكتور بس يسألك سؤال. بشخص مبدئي إن هي مبدئيا لازم نروح نلجأ لطبيبنا. يعني يا دكتور لو أي حد الاكتئاب بالذات مش ما ينفعش تتصرف من غير وشك. وقبل أي حد بقى بتاع الصفحة لازم نرد عليه. حضرتك دلوقتي بقول لحضرتك أنا عايز نفسي إزاي؟ تمام. يعني إيه اللي أنا، وبيقول إن هو متزوج ويعني يعول يعني وعنده أولاد وزوجة. تمام. يعمل إيه؟ يعني هو انا كنت مكانه. طب معلش الاستاذه ساميه. الو. اتفضل. ايوه. ايوه ست الكل، معاكي الدكتور محمود، اتفضل. حضرتك حصل لك حادث معين او فقدت شخص او حاجه؟ يعني ايه سبب الاكتئاب بس؟ لا لا لا. الو، ده انا ست كبير عندي 70 سنه. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك. فنفسي مسدوده عن الاكل، عندي اكتئاب ونفسي مسدوده عن الاكل، اعمل ايه؟ طب في حاجه مضايقاكي؟ يعني ايه سبب الاكتئاب يعني؟ ولا الاكتئاب ده انا بتعالج منه بقالي سنين. تمام. حضرتك بتاخدي ادويه؟ تمام. هو في ايوه باخد ريمارون عشان النوم. تمام. وباخد سيبراليكس. تمام. وفابرين. كل ده يا دكتور؟ ادويه الاكتئاب. باخد ثلاث ادويه. ده حاجه بسيطه كده. ريمارون وسيبراليكس. تمام. سيبراليكس وفابرين وفابرين. طيب هو ممكن اسال سؤال بس، هو المشكله في مشكله في الوزن، وزن زائد او قليل او في مشاكل في الوزن؟ لا وزني عادي، ولا تخين ولا رفيع. تمام. ماشي يا ام. تمام ماشي حبيبتي. الدكتور هيرد عليك. اشكرك حضرتك. تمام. هو ممكن ما بيبقاش سبب الاكتئاب ما دام انا عندي مرض وباخد الادويه بتاعته، ما فيش اي مشاكل منه وطرق علي حاجه. تمام. بقى في سبب من الاثنين، يا اما مش من موضوع الاكتئاب، قله الاكل يعني مش موضوع نفسي. تمام. ممكن ناخد مثلا اي ادويه فتح شهيه، دايجستين او نيو دايجستين قراص موجود في الصدر. الدايجستين ده فتح للشهيه وملهوش اي اعراض جانبيه. تمام جدا. في ادويه ثانيه اسمها، في دواء اسمه ترايكتين ده فاتح للشهيه برضو. بس مش عايزين نلجا له يعني، لان هو برضو. وفي فاكهه برضو فاتحه للشهيه برضو، مش هنلجا لكله ادويه برضو، في حاجات برضو ممكن. تمام. بس هو اللي بيبقى رافض الاكل بيبقى رافض الاكل من بابه يعني. محتاج حاجه تحفز الافرازات من بابه بس. يعني الجمله دي على الاكل. قال نعمل ايه مع الاستاذ اللي عاوز يعزل نفسه في البيت؟ تمام. انا كنت في الوضع بتاعه، انا كنت متزوج وعندي ابني. يعني ابسط حاجه عملتها خليت الوديت المدام وابني عند حماتي يعني. تمام. طب هما ممكن يكون، انا اسف طبعا، يعني الزوجه او الابن ناقل للفيروس قبل ما انت تعرف انت جالك كورونا؟ هو انا جالي برد. انا مع يعني انا ما جاتليش كورونا الحمد لله. الحمد لله. فانا جالي برد. تمام. فعلى طول لا حضرتك روحي عند ماما وانا هفضل في البيت. معلش انا هرد بلسان، لكن الاستاذ اللي بيقول ارد انا بلسان، ويفرض انا روحت عملته وقال لي لا انت تحاليل، وقال لي لا انت عندك، وانا ما عنديش اعراض، ما كانش عندي اعراض قبل كده. تمام. فبالتالي انا مش هلحق اودي او اعرف، لازم اعمل لهم تحاليل. يعمل ايه يعني؟ انا عاوزين يعني ما هو حاجه بسيطه. احنا بنتكلم بشكل مبدئي
تمام. انا جالي دور بر، انا مش عارف كورونا ولا مش كورونا، بس لو في علامه من علامات الكورونا سواء شم وتذوق او في مشاكل في الصدر او تكسير في الجسم، او تكسير في الجسم بيبقى في الدور البرد العادي. هم اهم حاجتين، ان ادم حاسس شم وتذوق وضيق في النفس، وضيق في النفس او اي مشاكل في النفس. حضرتك لسه ذاكر من شويه ان في لعيب الكوره ممكن بيروح يعمل تحاليله وبيلاقي نفسه ما عندوش حاجه. ما يمكن انا وانت يعني، لا انا ما اقصدش، لا بص يا دكتور انا كنت انا عاوز اقول لحضرتك ايه، انا دلوقتي انا دلوقتي قاعد في البيت ورحت عملت تحاليل واشعه، جيت لقيت نفسي عندي كورونا تمام، وانا مش بحس يعني ما فيش طبيعي. اعمل ايه؟ اعزل نفسي ازاي في البيت؟ هو اعزل نفسي في البيت ان انا احاول اقعد في بيت لوحدي. طب ما فيش امكانيه؟ هقعد في الاوضه بتاعتي مقفول عليا، اكلي وشربي بيدخل لي، حمامي باستخدامه، بفوتي كل حاجة، شخصية. الحاجات الغيارات بتاعتي بتتغسل لوحدها كمان يا دكتور؟ لازم لازم، ان هو الحاجة بتفضل موجودة. الاكل يبقى مغلف فويل كده، اللي بيقدم الحاجة. مفيش مشكلة، بس عايزين نراعي السادة المشاهدين برضو. لازم في اكلات معينة بتقوي جهاز المناعة غير الادوية؟ هو طبعا يعني الاكل كله عموما، كل بشكل سوائل كتير، البروتين مهم جدا. تمام، البروتين، البروتين يعني ياكل خضار خضروات وفاكهه، ياكل لحوم اسماك. الخضره بحد ذاتها كويسه طبعا طبعا، اكل دايما يبقى معاه فيه سلطات، ياخد فواكه، الكلام دوت مع البروتوكول طبعا اللي بيبقى ماشي دكتور عليه. دكتور، في سلاله جديده ظهرت غير الكورونا؟ انا سمعنا تمام هو يعني كلها بتبقى زي اشاعات، مفيش حاجه زي كده، مفيش حاجه لنا في مصر ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحفظنا. كلها بتبقى حاجات طارئه كده واشاعات. في ناس اصلا بتقول والله اللقاح اللي بناخده دوت، يعني من ضمن الحاجات اللي انا الهزليه اللي سمعتها يعني، اللقاح دوت احنا هناخده وبعد كده في طياره هتعدي هترمي غاز وكل اللي خد اللقاح يموت، فمحدش طعم يا جماعه. فحد قال لي كده شخصيا يعني، دي شعار قال لك الكلام ده، اصل الدكتور مش عارفه مين عايش في كندا. طب ده ينطبق بقى ان احنا ممكن نطرح سؤال اللي هو احدث حاجه في البروتوكول بالنسبه لوزاره الصحه. هو ادويه البروتوكول دلوقتي في بتنقسم شقين، يا اما الحاله مش مستاهله ان هي تقعد في المستشفى، حالات متوسطه او ضعيفه، وفي الحالات اللي هي المستعصيه اللي بتحتاج جهاز تنفسي، جهاز تنفسي او غير جهاز تنفسي حتى، الحاله صعبه عنده او كده. طبعا الايفرميكتين، الهيدروكسيكلوروكين، ده في الحالات المتوسطه، فيتامين سي والزنك. طبعا طبعا يعني السي والزنك والفيتامين. قول لنا كده يا دكتور كده انواع الادويه. هو في خلينا بس طب نكمل البروتوكول ونرجع على الوقايه. تمام، اتفضل حضرتك. بس الحالات الصعبه طبعا في دلوقتي دواء الريمديسيفير. الريمديسيفير ده انتاج شركه جليات، شركه امريكيه. طبعا شركه ايفا بتسوق لها في مصر، وكيليا في مصر وفي الشرق الاوسط. تمام، الدواء دوت بيحد بالاعراض بشكل كبير جدا. الحقنه غالبا حوالي سعرها 2000 جنيه، ممكن ياخد من 5-6 حقن بس. مش متناول للجميع. طب دكتور دلوقتي حضرتك وزاره الصحه بتدعم الموضوع دوت، يعني شركه ايفا واخده الدواء مسلمه لهيئه الدواء مصر. الدواء ده موجود في المستشفيات المعروف ان فيها عزل وحالات كورونا بس. الشركه جايباه ودافعه فيه ومش هدفها اي ربح. تسلم لوزاره الصحه، وزاره الصحه هي اللي بتدير الموضوع ده. حضرتك بيبقى ليك تامين بتتصرف لك. يعني هو مريض الكورونا بالنسبه لي لو ما عالجتوش طب ما هيتوفى. طب بالنسبه لحضرتك للادويه اللي قدام حضرتك دي هو دي نتكلم فيها للمناعه اكتر، وطبعا في العلاج. دي بقى بتقوي جهاز المناعه. بتقوي جهاز المناعه. لمريض السكر، لمريض القلب، لمريض الضغط، لمريض الضغط بشكل عام، بشكل جدا عام. حتى وامنه طبعا، امنه طبعا جدا. دي في البروتوكول يا دكتور، والفيتامين سي والزنك موجود في البروتوكول. طب ممكن توري لي الساده المشاهدين؟ تمام، هو طبعا دوت اسمه ليميتلس سي زنك. ممكن الكاميرا عليه لو سمحت. ده ليميتلس سي زنك، ده فيتامين سي وزنك. تمام، ده لوزنج استحلاب، راس استحلاب. لو هناخدها كوقايه بناخد قرص 3 مرات في اليوم، قرص استحلاب 3 مرات في اليوم. طب لو انا عندي دور برد مش عارف كورونا او مش كورونا، باخد قرصين 3 مرات بالظبط. تمام. طبعا ده الملجا غني عن التعريف، ده فيتامين بي. من اهم الحاجات برضو في تقويه المناعه وفي تقويه الاعصاب. تمام، لو حد مريض سكر طبعا الملجا ما بيستغناش عنه، بياخد قرصين بالظبط بعد الغداء. واخيرا الاوسو 14، ده فيتامين دال. ده فيتامين برضو، ده فيتامين دال. ده مهم جدا، ده مهم جدا للعظم والسنان، واحنا طبعا ما بنتعرضش للشمس، حتى شمس الصيف بنهرب منها. لازم طبعا ناخد فيتامين دي. ده قرص، ناخد قرص واحد بس في اليوم من الجرعه ال 10,000 وحده.
من الجرعة ل 10,000 وحدة اللي هو ده، هو ده اللي موجود. ده قرص واحد بس امتى؟ بعد قرص واحد بعد الغداء. بعد الغداء، بعد الغداء، بعد الغداء. تمام. في بقى مضاد حيوي؟ هو المضادات الحيويه موجوده اللي هي الازيثروميسين ودي اللي موجوده في البروتوكول. تمام. دي بتتاخد على طول قرص 3 مرات، قرص كل 24 ساعه لمده 6 ايام او 5 ايام. بس الادويه دي بقى مكتوبه بقى في البروتوكول بتاع هو الفيتامين سي والزنك، ده اللي بشكل صريح في البروتوكول. ده بشكل صريح في البروتوكول. احنا ممكن نكون اجهدنا. وفيتامين د ده، وفيتامين د برده يا دكتور؟ فيتامين د لا مش في البروتوكول، انما مفيد جدا. مفيد جدا طبعا، بيقوي المناعه. طب ده بدائل يعني يا دكتور ولا يعني ده بديل يعني دواء بديل لايه؟ للبروتوكول قصده محمود. يعني البروتوكول ده بديل. لا هو انا لو عندي تشخصت كورونا فهمشي على البروتوكول. الادويه دي ادويه مساعده. الادويه دي ادويه وقايه بقى تقوي جهاز المناعه. انا بتكلم دلوقتي عشان نبقى كلنا كويسين. تمام. زي ما حضرتك قلت انا ممكن تجيلي الكورونا وانا ما عنديش اي اعراض. احنا ما بناكلش كويس، في اكلات بناكلها. لا في اكلات بناكلها ما فيهاش برضو، ما بنتعرضش للشمس. بشكل كويس يا دكتور ولا لا؟ والله ده لا مجهد كده مش عارف خالص. طب انا عشان بس انا يعني طبعا انا كنت سعيد ان حضرتك معايا، بس انا كنت محتاج ان من حضرتك حاجه تقول لي ايه طرق الوقايه. تمام. اللي ممكن حضرتك تقولها للساده المشاهدين ان هم يتجنبوا هذا الفيروس اللعين، وان شاء الله ربنا يجنبنا السنه كلنا يا رب. اللهم امين. طيب هو اهم حاجه احنا نحاول نبعد عن اماكن الازدحام. طب انا مضطرف لمكان ازدحام، البس كمامه، ما احاولش اختلط باي شخص، ابعد بشكل كبير عن نفس. انا عارف الناس مدعوكه في المترو وفي الزحمه وفي الكلام دوت، مشكله طبعا. فيعني احاول ان انا واقف ما يبقاش اللي قدامي وش في وش. طب دكتور معلش بس حته بسيطه كده، اسف انا جلي. الكمامه تمام. انت كنت هتقوليها؟ ازعل والله. والله لازم كنت اقولها. لا والله طبعا الكمامات في السوق كتير طبعا، مش هنسمي وبقيت على الرصيف دلوقتي. بالظبط. لسه اقول لك يعني ايه يعني، وانت ماشي كده في العربيه ولا انا ماشي على رجلي الكمامه تاخد... الامنه بقى. بس يعني حضرتك تقول لنا انا مش هنقول اسعار عشان ما ينفعش ان احنا نشتري. لا هي الكمامه بقت يعني بجنيه على الرصيف دلوقتي. يعني اللي هي فندم بقت بجنيه على الرصيف. بالظبط. طيب انا هل دي انا اشتريها؟ لا دي ما نشتريهاش. دي ايه؟ دي ممكن تكون ملمومه من اي حاجه. يعني المشكله ان كمان احنا بنلبس الكمامه بنرميها. فلازم نتخلص منها ازاي؟ لازم اتخلص من الكمامه يعني، حتى نقصها طبعا. احاول ارميها. لا دول هم بيرموها في يعني في الشارع وهم ماشيين قبل ما يطلعوا. طبعا قال انا خلاص هرميها في او تلاقيها على السلم وانت طالع. طبعا مش صح يعني، بس اقطعها. اقطع لازم تتقطع او اقطعها من النص. الموضوع مش صعب يعني. مش صعب. طب معلش الجا مش هنسمي منتجات، بس الجا للكمامه انواع. الكمامه لازم تكون 3 طبقات. انا اعرفها ازاي 3 طبقات؟ اعرفها ازاي؟ انا ما حدش بيروح يشتري كمامه دلوقتي. وكله بيعمل ايه يعني؟ بيشتري مثلا علبه كمامات مثلا. اكيد. او 10 او 15. فمعلش ضحي وتعالى على نفسك عشان تكون مطمن على نفسك. وعين كمامه منها. طب وانس مثلا جيت اشتريت، رحت الصيدليه اشتري او من متاجر، في متاجر بتبيع يعني طبعا مش هنختص الاسم يعني بتاعهم. ممكن انت حضرتك بتقول لي ضحي. تمام. ضحيت وجبت حاجه باعلى من اللي انا بجيبها قيمتين. تمام. وهي هي اعرفها ازاي؟ انا عايز اعرف الماتيريال ازاي. ما انا بقول لحضرتك اهو، اول حاجه لازم ان يكونوا 3 طبقات. امسك الكمامه اقطعها واعرف اشوف هي فيها كام طبقه. يعني اشتري واحده الاول. اشتري واحده لا اقطعها. لقيت ان انا بعمل كده. اشتريها ما لقيتهاش. شكرا. في ناس دايما بيحصل ايه اللي ايه فضلك يا محمود تتفعله. طب انا مش هقطعها قدامه. هي الحاجه المهمه جدا في الكمامه الطبقه الداخليه اللي في النص. تمام. هي دي اللي بتمنع اللي هي يعني اسف يعني اللي بين الطبقتين شاش دي او اللي فيها شاش. مظبوط كده صح. تمام. ففي ناس اصل محمود ممكن يقف يشتري الكمامه ياخدها زرقاء والطبقه اللي من جوه بيضاء ومفيش. اصل محمود ممكن يقف، انا عارفه، يقف يشتري الكمامه ياخدها يقطعها كده قدامي. لا مش 3 طبقات. امسكه وادي الاسم. يقول له بقول لك ايه انت بتبيع ديت؟ لا لا اسم الله. طبعا يا دكتور انا كنت سعيد ان حضرتك معانا. انا اسعد، ربنا يخليك. وان شاء الله يعني ربنا يجنبنا السلامه ومن هذا المرض. ان شاء الله. يعني نتمنى حضرتك تبقى معانا على طول طبعا، لكن يعني مش على المرض ده، يعني يكون على حاجه ثاني ان شاء الله، حاجه تفيد الساده المشاهدين. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور، وشرفتنا شرف ليا. ربنا يخليك. طبعا كان معانا الدكتور محمود حسن، وان شاء الله نطلع فاصل ومعانا فقره ثاني. انتظرونا ان شاء الله. فاصل ونواصل ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم من جديد. النهارده يسعدنا وشرفني يكون معايا الكابتن مصطفى خصيب لاعب نادي الشمس سابقا. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا. ومعانا الشاعره الاستاذه منال رياض. اهلا بحضرتك. اهلا بك.
اهلا بك يا مني. اهلا بك يا مصطفى، منورنا. احنا النهارده بقى ايه كده، يعني ايه يعني نتكلم على ماتش الاهلي؟ ما تقول اللي احنا ندردش. انت شايفه كده؟ ايوه هندردش. ايوه بقى مش هنقول ايوه، نلم ورقنا بقى ونقعد ندردش. ايوه يا جماعه، بصراحه هم يتكلموا عن الماتش بتاع الاهلي وانا بصراحه قلت ايه، انا هفضل كده قاعده بقى في وسطهم، فجبت منال عشان برضه نتكلم، عشان نقعد كلنا مع بعضينا، نقعد كده مع بعضينا، اسره مع بعضينا ونتكلم. مصطفى، ايه رايك في الماتش النهارده؟ لا طبعا انا قبل الماتش طبعا بقول الف مبروك، وفخور جدا ان انا طبعا لتاني مره في وسطيكو حبيبي، وبشكر طبعا جمهور الاهلي اللي هو جمهور مصر، مش جمهور الاهلي بس، جمهور مصر. طبعا جمهور مصر. ليه بقى؟ ان النهارده انا شفت منظر جميل جدا في الاستاد، وشفت الاصرار والعزيمه في اللعيبه، وفي جديه، وحتى الشكل المعنوي تحس ان اللعيبه عندها اصرار، ان هي عندها مكسب، عندها المكسب. يعني حتى الشناوي في كوره انا بعاتب عليها في الشوط الثاني بيمسكها، راح باستهتار عدت من ايده، كانت هتخش في، كانت هتخش فعلا. دي يعني انا برضو يعني مش عايز برضو اللعيب يوصله الحالة ان انت خلاص ملك الماتش، تسيب نفسك ان انت تاخد حريتك عادي. ليه سيردي باك لما خد حريته ان هو بيرجع لزميله الكوره، حسين الشحات لما ضغط عليه حتى هو حاطط وش رجله، عنده اصرار عايز يحط جول، يعني هو عايز يجيب جول. هو حسين عايز يرجع. لا وحسين انا بسميه ثعلب مصر الكره المصريه، لسبب من الاسباب، لما بيعدي وسط الملعب وبيعمل سبرنت محدش بيعرف يجيبه، لان هو بيروح بيقطع بوشه تحط له في مساحه فاضيه، عنده حلول حسين الشحات عنده، بس هو كان الفتره اللي فاتت دي كان مستوى، لا الفتره اللي فاتت دي كان يعني برضه مستواه يعني مذبذب، هو مذبذب بس انا شايف ان هو في الماتشات القويه، لا ده عنده اصرار النهارده رهيب جدا، يعني تحس ان هو بص عمال يعاصر عايز يجيب جون، وجاب الجون. وفعلا هو حسين الشحات يستاهل، كل اللعيبه تستاهل، اللعيبه عندها اصرار عظيم هايل جدا، برافو عليهم. الف مبروك للنادي الاهلي وكل الجماهير المصريه. ازيك يا منال؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تقول لنا النهارده بقى انت اتكلم برضه على الاهلي. اتكلم على الاهلي. يعني الصراحه انا عايزه اقول حته حاجه كده بمناسبه التعصب، انا شايفه على النت يعني هاريين نفسهم والزمالك ونحفل على الاهلي، انا ضد كل اشكال التعصب. يعني انا مثلا اهلاويه، انا اهلاويه صميمه، لكن ما ينفعش مثلا ان فريق زي الزمالك يكون بيمثل مصر، وان انا بعتبرها خيانه مني حتى لو انا قعدت على الحياد. كل دوت قبل الهوا تقولي لي انا ببقى مكسوفه، كل ده مكسوفه. يعني قبل الهوا واحنا قاعدين بره مع الاهلي ما ينفعش اتكسف. قلت لي لا يا محمود انا مش هينفع وبتكسف من الكاميرا. يعني حركات بقى كده كده يعني. فيعني حتى الحياديه في ده خيانه، انا بعتبر نفسي ان انا ما ينفعش ابقى حياديه وما اشجعش الزمالك وهو بيمثل مصر في اي بطوله. يعني فكون الاهلي يلعب ونقول للزمالك لا مش بيشجع، لا اكيد الجمهور اللي احنا شفناه ده جمهور مصري. لا واللي عندك يعني زملكاويه كتير والعالم جمهور مصر. برافو عليك، مايلك صح. بالظبط كده، ولازم يكون كده يا جماعه، احنا مصريين مش حته التعصب فعلا. صح طبعا طبعا، فهي دي بس اللي انا عايزه اعلقها. عليك يا منال، الله يخليك. بنحييك يا منال، برافو عليك. مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيكم. المسلسلين الجداد اللي انت هتنزل بيهم في رمضان. ايه ده؟ بتفاجئوني بقى بالحاجات. لسه ما قلناش حاجه على الكوره. بتفاجئوني بالحاجات الحلوه دي. لا ما يعني بجد يا مصطفى الف مبروك. الله يبارك فيك طبعا. الف مبروك يا مصطفى وبالتوفيق يا رب، وتنور الشاشه كده في رمضان وتنورنا ان شاء الله. عامل ايه يا مصطفى؟ والله الحمد لله كويس. هو الموضوع ده اصلا لا عامل ايه؟ عامل ايه في في الحياه؟ في رمضان؟ في رمضان انا اصوم طبعا، اصوم زي الناس. لا يا حبيبي بس شفت قلت عامل فضل خيرك. يعني ان شاء الله في رمضان يعني ربنا كرمني. من فتره طبعا معظم الاصدقاء كلهم بيقول لي انت ستايل، ممكن تمثل. لا انت ستايل، ممكن مش هقول لك مين اللي بيقول لي انك ستايل يعني. ربنا يحفظك. فقالوا لي يعني اتكلموا عني في حته ان انت ممكن تمثل، تطلع دور ظابط، ممكن تروح مثلا موديل. فانا لما انا اصلا متعود على الستايل ده من زمان، من صغري بحب الستايل، انا حافظ على شكلي، ولما الناس بتشوفني كده بيبص في حته ان انا لما بيلاقوا مصطفى شكله كويس بيبصوا حته ان ايه ده انسان لما اتربى. الفضل طبعا يرجع لوالدي ووالدتي الله يرحمهم طبعا، واخواتي طبعا هم اللي حطوني في المكانه دي، ان انت حافظ على نفسك. ان انا طبعا لما بالمنظر ده بوصل رساله للناس ان انا بحافظ على تربيه والدي ووالدتي الله يرحمهم. ف
فانا بقيم نفسي من لبسي ومن ادبي واخلاقي. بس اشمعنى معلش يا مصطفى سوري اشمعنى دور ظابط يعني يعني أنا انت يعني انت ممثل يمكن عشان الجرافات وكل كل الادوار اللي في الدنيا ظابط بلطجي بلطجي ما بحبش اعمل بلطجي بس لا انت ممثل لازم تعمل كل حاجه ما انا قلت قالوا رجاله هعملها بالنسبه للتمثيل انت كنت بتمثلي في مسرح لا ده زمان يعني عملت حاجات كتيره لا هي ما هي مسرح مسرح بس بس انا ما لقيتش نفسي في التمثيل صراحه يعني. معانا اميره من القاهره اتفضلي. الو الو ايوه يا فندم. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. والله عايزه اعمل مداخله مع استاذ مصطفى خطيب. حضرتك فعلا موجوده معايا في المداخله اتفضلي. اتفضلي حضرتك. اهلا معاك. والله يا استاذ مصطفى خطيب الحلقه اللي فاتت برضو كانت توقعاته في الاهلي فوق الممتازه. انت متابعه بقى. واحنا دايما متعودين على تعليقاته مع الاهلي. فمبسوطين جدا ان هو معاكم في البرنامج والله. ربنا يعزك. نورتيني يا استاذ. وعايزين نقول له الف مبروك على مسلسل الاختيار. الله ايه ده ايه ده انت ربنا يخليكي دي مام الكارما دي طبعا ربنا يحفظها يا رب ربنا يحفظها ده انت ليك جمهور بقى يا مصطفى ليا جمهور طبعا كسر الدنيا ما شاء الله ده مسلسل حلقه مرتده كمان متابعين عملك يا استاذ مصطفى ربنا يحفظك يا رب ازاي حضرتك اخبارك ايه ومحمد عامل ايه الحمد لله والله وكارما جميله كارما على فكره تنفع ممثله انا شفت فيها حته عندهم كارما جميله تحفه انا بكتشف مواهب فعلا بكتشف يا مصطفى انت لا انت ما لكش حل لا كارما جميله انا بتمنى لها خير وان شاء الله هتمثل قريب باذن الله ان شاء الله ان شاء ربنا يخلي لكم يا رب نورتينا يا استاذه اميره شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك طب سؤال رفنطوع كده يا مصطفى معلش يعني ايه النقله دي يعني انت مثلا انا ما نعرف ان كان في ان في أيوة. لعيب الكوره زمان ايوه انا ايوه في كتير ايوه حد جوه بيقول لي يعني ايه رفنطوع يعني ايه رفنطوع كده يعني في الخفيف يعني يعني في لعيب في اكرامي سمعت علي في اكرامي في طاهر الشيخ برضو تقريبا مثل شريف عبد المنعم مثل يعني انت بتقتدي بيهم مثلا ولا كابتن هيكل كابتن هيكل طبعا اشاعات حب يعني ده برضو ما كله مجدي كابتن مجدي بقى في ايه لا ما شفتش مجدي جمال حميد جبنا جمال عبد الحميد مثل ماشي ايوه انت بقى يعني واخد الخط بتاعهم بتقتدي بيهم ولا ولا انت جت معاك ازاي هي جت معاه كده يا لا هي مش جت معايا كده هو يعني النقله جت ازاي طب قبل ما تقولي النقله بس معانا مكالمه الو هو بقى كل المكالمه لمصطفى برضو استاذ رامي مش معقول لي منال عليكم السلام انا احب اهني استاذ مصطفى وهني حضرتك الله يعزك وهني الاستاذ قدامك ده وهني الاستاذ اللي معاك للنادي الاهلي استاذه منال انا استاذ الاهلاوي اقول استاذ مصطفى من الاهلي احنا كنا متوقعين ان شاء الله في امر الله ان الاهلي يكسب في امر الله ان شاء الله وبحب اسال استاذ مصطفى بقى توقعاتك ان شاء الله في ماتش الاهلي وبايرن ميونخ هيبقى ايه توقعات حضرتك والله مكشوف عنه الحجاب بقى مصطفى وهيقول كل طبعا طبعا انا بسلم عليك يا ابو حنين ابو حنين طبعا بلاش ما هو رامي لا ان شاء الله توقعاتي باذن الله يعني نعمل اداء مشرف طبعا بايرن ميونخ فريق عظيم جدا طبعا ونتمنى ان الاهلي يكسب بس انا رؤيتي عشان اتكلم في حاجه زي كده دلوقتي صعب ما اقدرش اتكلم بشكرك يا استاذ رامي ما اقدرش اتكلم ما تقدرش تتكلم ما اقدرش اقول النتيجه ايه يعني لا طبعا التوقعات لا يعني انا ممكن اتوقع قبل الماتش بيوم دي حاجه من عند ربنا دي حقيقه بجد طب نرجع تاني لمنال انت اللي مثلت في المسرح قلتي وانت صغيره مسرح الهنيجة كنت عملت كذا دور يعني؟ عملت مسرحيه بس مسرحية. انا يعني ما استهونيش الموضوع وحد ما جاتليش الجرأة على المسرح لا يعني لا يعني ما لقيتش نفسي فيه يعني اشتغلت مساعدة مخرج ما لسه بقى. انا اقول لك تقول لحضرتك يعني عرفنا ان حضرتك كنت مساعدة مخرج يعني اشتغلت وشاعرة يعني طب قولنا حاجة على قدي برضه زنقتيني أيوة. نفسي هقول حاجات صغنانة عشان انا مش ببقى فاكرة الباقي يعني لان يعني انا يعني مودية كده في الكتابات دي يعني قولي طب احنا مش اتفضلي يعني في حاجة مثلا بتقول باختيارك الفراق كان باختيارك سبتي قلبي يدوب في نارك قلبي اللي كان زي الربيع يعشق خضارك باختيارك
مش فاكره تكريم مش فاكره شاعره شاعره طب في حاجه الاستاذ حسن فؤاد كان غناها لحضرتك كلماتك ايوه استاذ حسن فؤاد كان معانا هنا وكان قال لحضرتك وانت كان حقيقتك تكوني كنت موجوده معانا حضرتك اعتذرتي طب حضرتك بقى تقول لنا حاجه يعني هي نفسها طبعا هو غناها حاجه لا طبعا استاذ حسن فؤاد طبعا غناها بصوت هي بتقول لو جاي تضيع لي اللي جاي خليك مكانك انسى زماني وسيبني انسى كمان زمانك ده انا ياما ضيعت السنين مستنياك ده انا ياما دوبني الحنين وانا مش معاك لو جاي وفاكر قلبي يتحمل جروح ابعد وروح خليك مكانك الله عليك الله عليك الله عليك يا استاذ بس يعني جميله جدا طبعا تسلمي يا استاذ مصطفى قول لنا بقى هتعمل ايه في رمضان ما قلتلناش برضه اعمل ايه في رمضان والله يا غير الصيام عشان ما تقولش الصيام في رمضان الحمد لله يعني عامل محشي بط ربنا الله ده اول يوم الله وبتنجان مخلل لا والله ده المدام يعني المدام دي المدام اللي بتعمل الحاجات الجميله دي ربنا يبارك لك فيها ربنا يخليك يا رب والله ربنا كرمني جالي تليفون يعني كده حد كلمني قال لي في مسلسل هجمه مرتده طبعا ما ينفعش احكي طبعا لا 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 خلاص انا فربنا كرمني وفقني ان انا رحت طبعا فشافوا طبعا بيبصوا طبعا الفتره دي على الستايل وكده كاستنج يعني بيشوف كاميرا وكده فاتضح ان انا فعلا حسيت ان الناس دي بتتعب الممثلين دول مش الموضوع التمثيل ده سهل صعب جدا طبعا يعني ممكن بنتجمع من وقت بناخد وقت طويل عقبال ما المشهد بيتعاد كذا مره عشان يسعد المشاهدين يعني النهارده لما بيجي الممثل او بيعمل اي حركه لازم الحركه او الممثل طبعا بيشتغل بعينه وبوشه بتعبيره قبل ما بيتكلم بيمثل بالكاركتر بتاع وشه اكيد يقدر يجذب الجمهور ليه عشان تحس بيه حتى فمعنى ان المشهد يطلع صح لا بيتعبوا جامد جدا انا فعلا انا ما كنتش فاكر كده انا كنت فاكر بقى اقف قدام الكاميرا واطلع وامثل والموضوع خلص بسيط لا مش بسيط طب ده بالنسبه لهجمه مرتده الاختيار الجزء الثاني طبعا طالع برضو واخد يعني مشهد فيه بس ما ينفعش اتكلم عشان طبعا انا واخد تعليق ما ينفعش اتكلم في حاجه زي كده المسلسل هيكسر الدنيا ان شاء الله كسر الدنيا عشان خاطر ده بيرجع اكيد ملحمه وطنيه طبعا بيتكلم طبعا بيرجع النخوه والغيره تاني وبيخلي الشباب ترجع طبعا في جيل ما طبعا ما حضرش وشاف الحاجات دي طبعا جيل التمانين هو اللي عاش الاحداث الغنى العظيم بتاع الوطني والافلام والمسلسلات الجميله دي فطبعا لما الشباب الفتره دي يلاقوا مسلسل زي ده بيتكلم عن الوطنيه والكلام ده كله اكيد هيلاقي حاجه كويسه جدا يستفاد بيها قول لنا بقى يا مصطفى الفتره الجايه كده بقى يعني هتتجه لحاجه ثانيه غير التمثيل والكوره عشان نركز معاك عشان انا ما بقتش مركزه اجيبك بقى محلل رياضي ولا اجيبك والله يعني بص انا طبعا زادني شوق بص انا حاسه ان انا هتفرج على المباراه الاقيك انت المحلل يعني انت اللي بتعلق على المباراه ان شاء الله باذن الله لا هو الموضوع بص انا يعني دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى البني ادم بيبقى نفسه في حياته يختار هدف يشتغل فيه بس ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون مسبب يعني ايه شايف له حاجه ثانيه احسن من دي ايوه بس انت لاقي نفسك فين فيهم لاقي بقى هو خلاص بطل كوره بقى انا بطلت لا كوره لا يعني بقى محلل بقى كتحليل ولا لا هيمثل الحمد لله في التحليل لقيت نفسي في التمثيل انا لقيت لا نفسه اكتر ما احنا مش عارفين احنا مش لاقيينه هتلاقوني طب منال قولي لنا انت هتعملي ايه الفتره اللي جايه ايه يعني الخطط بتاعتك وكده بتفكري في ايه منال قولي بفكر اجي لكم كل يوم كده شويه احنا بنيجي الخميس بس كل يوم خميس كده اجي شويه نقعد مع بعض ربنا يخليك لا انا لسه ما حددتش يعني انا لا يعني هكملي في الكتابه ان شاء الله ان شاء الله يعني هي يعني انا برضو مش بعرف اكتبها كده هو كان الاستاذ حسن فؤاد قال لفظ حلو قال يا ريت منال ترجع تكتب تاني بجد قالها كده يعني بعد ما غنى الاغنيه قال لك يا ريت منال رياضه يعني ما كناش عارفين ان هي من تاليفك فما قال يا ريت ترجع تاني منال يمكن هحاول الفتره الجايه لان هي وهو راجع يعني طبعا استاذ حسن فؤاد راجع ان شاء الله وتعملوا دويتو ان شاء الله يعني يعني كتابه وغنى عبد الحليم وشادي ايوه حاجه غريبه مصطفى انت فاكر مره احنا يعني ماتش الاهلي والزمالك كنت انت معايا ضيفي طبعا واتكلمنا مع مصطفى محمد طبعا الف مبروك طبعا على الاحتراف طبعا احنا توقعنا فاكر انا وانت لما اتكلمنا عليه سبحان الله طبعا يعني اللي احنا توقعناه لقيناه مبروك لا هو مش قوي لا على فكره الموضوع ده حقيقه يعني انا اصدقائي كلهم اللي عارفين المقربين ليا لما بتكلم معاهم في اي موضوع
يعني بتبقى حاجه من عند ربنا، شفافيه من عند ربنا، بيبقى احساس وانت بقى عندك ايه ولا ايه ولا لا، هي بتبقى سبحان الله ملكه من عند ربنا. شفافيه بهنا يبقى خلاص يا جماعه الحلقه الجايه هيبقى معانا الشيخ مصطفى الحصين عالم الابراج والفلك. ايوه بص يعني انا برده عايز اقول للساده المشاهدين ان هم اصدقائنا واصحابنا، فاحنا قاعدين كده قاعده دردشه مع بعض، يعني هو مش اكاديمي او الموضوع. احنا انا برج الحمل يا مصطفى. انا وسهلا. انت حمل زي منال. حمل آه؟ يشوف لنا بقى. انا 26 خلاص. لا 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 انت ثلاثة حمل. لا انا انت حمل. انا برج العقرب. انت العقرب. لا 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 ليك الدخلة دي. وانت انا ايه الدخلة دي؟ لا العقرب مش العقرب طيب جدا وحنين جدا. مين ده؟ مين ده العقرب؟ مش عارف. لا 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 حضرتك بتتكلم عن مين؟ ما تفهمهوش. لا العقرب ذكي، عنده حتة الملكة ان هو بيصبر يصبر بس في الاخر بيردع. بس لا لا ما قلناش في كده مصطفى. لا هو بيردع اللي بيأذيه. بس الكوس سهمه ايه؟ نافع. لا مش بس اللي بيأذيه، اللي ضد مصلحته، اللي ضد مصلحته بصرف النظر عن هو اذاه ما اذاهوش، بس هو ضد مصلحته. العرب بيحب الخير للناس ما بيضرش حد. والحمل والله بيحب الخير للناس. اه لا انت يا استاذ محمود طبعا بتحب الخير للناس، ده حقيقي. الله يكرمك. الله يعزك. اه والله الله يكرمك. وانا شريره بقى. الشر الشر معانا يا جماعه. بس عشان من الاهلي في السينما المصريه. شريرة السينما المصريه. لا ده القص. انا ما اعرفش في الابراج. انا ولا ما اعرفش. بيقولوا ناري وترابي ورمادي ومليش في كده خالص. اه الحمل ناري. اه بتضحك يعني؟ ايوه حقيقه. بيقولوا مش عارف ايه ماليش. لا هي بص الحمل ناري وعصبي. ايه ده ايه ده؟ استنى قراراته سريعه. استنى استنى بس قراراته مندفعه بس بيرجع يندم عليها بعدها بشويه. لا الحمد لله ما ندمش على حاجه. لا ده ما بيندمش على حاجه. الموضوع ده مش يعني برضه هي بترجع للحاله النفسيه. انا احب الالتزام بس. معانا يا جماعه استاذ مصطفى خصيب عالم الابراج. اتفضل. لا انا مش عالم ابراج. لا 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 احسن الناس تفتكر عني ان انا. احنا بنهزر بس. مصطفى ليه في كل حاجه الحمد لله. لا هو بس ربنا انا مع الواحد من خلال رؤيه الحياه. اصل الحياه برضه الدنيا دي علامه. طبعا الدنيا مش المدارس والكليات والجامعات. لا اتكلمنا بقى على ايوه العلم في الراس. لا لا مش في الراس. بمناسبه الكلام ده انا كنت انا ومنال بنتكلم قبل الحلقه فبنتكلم يعني الحقيقه قلت لها اصعب مهنه التعامل مع الجمهور. اه صح دي حقيقه. دي يعني لا رحمه الله عليه اذا كان توفى او ربنا يديله الصحه كان حد قالها لي زمان وانا صغير قال لي اصعب مهنه يا ابني ان انت تتعامل مع الجمهور. دي حقيقة. او مع البني ادمين عامه. صح. فانت اكيد من خبرتك متعاملك مع الناس وكده اكيد اديتك يعني رؤيه ان انت على قد ما تقدر يعني طبعا مش داخل في علم الغيب بس اكيد بتبقى بتديك اه عشان انت كده مصطفى وصلت لك ان انت داخل. لا 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 لا, 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 لا ده حقيقه. والد الله يرحمه رحمه الله عليه يعني انا يعني حتى كل الناس بتدريش يا مصطفى كله بيندالي بيقول لي خصيب باسم والدي الله يرحمه. فانا فخور وبعتز طبعا ان انا طبعا طبعا والدي كان تملي واحنا مثلا وانا صغير كان بيتعامل معايا كان يقول انا احنا اصدقاء مش اب لابنه. فلما بيقول احنا اصدقاء دي انا مستغرب. فاتضح ان هو لما احتواني كبرني قبلواني خلى النضج بتاعي بقى سريع من ناحيه ان خلاني ما اتشخف منه. هي صدقني يعني بدون ما اقطعك يعني دي حصلت مع والدي يعني هو برده كبرني قبل ما اكبر. صح كده؟ اه ده كده اه قبل ما اكبر وكده. ايوه النضج السريع ده بيجي من خلال رؤيتك لما بتيجي تبص على والدك او حد بيكلمك كبير. اه والله تستجيب منه فتلاقي سرعه البدايه طالما انت عندك اقبال ان انت تستجيب منه هتستجيب منه. طب انت عامل كده مع اولادك؟ اه نفس بصاحبهم وببقى صديق ليهم وبقول لهم على كل كبير وصغير. انا على فكره طب استاذ عزف في الكنترول بيقول لك على مصطفى محمد ما كملتش توقعاتك. بيقول لك انا عايزين نعرف مصطفى يعني مصطفى محمد انا لما جيت اتكلمت مع حضرتك في الحلقه اللي كنا موجودين بإجاز بس قلت انا بتكلم انا كاهلاوي لغايه التعصب اكيد طبعا فقلت أكيد. انا بتكلم برؤيه لعيب كوره مش برؤيه مشجع. من المشجع لو انا بصيت بعيون مشجع هبقى عصبي اكيد فمش هبص على الحاجه الجماليه اللي فيك مش هعرف احللك. لكن لما ببص برؤيه ان انا كلاعب كوره فاقدر اوصفك بسرعه. فانا وصفت مصطفى محمد ليه؟ مش واخد حقه الامين وانا شايفه القوه فعلا بدنيه بدليل احنا قلنا الجامب والقوه البدنيه فعلا في الماتش جاب جول طلع الجامب العالي في وسط ثلاثه ركب الكوره ابتسامته ووشه تحس ان هو لعيب في وسطهم بقاله سنين محترف يعني مش جديد عليهم في الفرقه. تمام يعني ستايله وعنده ثقه في النفس دي حاجه جميله جدا. اي لعيب كوره عنده ثقه في نفسه وعارف ان هو نجم هيكسر الدنيا. احنا خدنا منهم الحلقه سيبهم بيقولوا حاجه بقى. اتفضلوا يا جماعه. انت عامله ايه؟ انا كويسه والله يا منال انا كويسه. هما كده بره يقولوا لك انت خدت الحلقه لنفسكم تتكلموا على الكوره. لا احنا معاكم في الكوره احنا مندمجين معاكم ما تقلقوش يعني. احنا مندمجين معاكم بجد. انا كمان معجبه بمصطفى محمد قوي صراحه. لا 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 ونجمه هيلمع قوي الفتره الجايه. ما شاء الله عليه يعني. انا حتى وصفته بالرئتين فاكر ايوه
دبدبه عمرو زكي ما شاء الله كان زي عمرو زكي كده وصفه كده كان معانا مصطفى وانت فعلا بالفعل قلت في الحلقه قلت لو نادي الزمالك نتمنى لو جاب احتراف يسيبوه والله يحترف. بس اهلي والزمالك الله يبارك انا طول عمري طول عمري ما شاء الله الحمد لله بفضل الله عليا برج الحمل يا جماعه والله وديع اكتر من كده طب انت منا لا عشان احنا هنلم كده يعني لم بقى هنلم منال تقول لنا يعني انت دلوقتي نشاطك ايه دلوقتي حاليا الفني انا ما عنديش اي نشاطات فنيه يا جماعه بعيد عن الموضوع انا واخده الموضوع هوايه بس لكن انا كاحتراف لا ما فيش عن اي نشاط احتراف لا لا بس, بس في دماغك يا منال احنا يعني اتكلمنا مع بعض وقلت لي انا هحاول كده ارجع ايام زمان وابتدي اكتب بالظبط انا بدات اتفرغ شويه وبدات افكر في المساله تاني يعني طب دي حاجة ربنا جميل ربنا يسهل علي بيقول له قول للزمان يرجع يا زمان هيرجع يا رب يرجع والله بقول لحضرتك ارجعي بس هم كانوا يعني ممتنين قوي بحاله الاستاذ حسن ولما ذكر حضرتك يعني فما اكيد يعني هم بيقولوا لحضرتك ارجعي انا كمان ممتن ان شاء الله هرجع كلنا نرجع ان شاء الله باذن الله انا مبسوطه قوي ان انا معاكم بجد يعني ربنا بجد احنا كمان مبسوطين والله إيه وما بقتش مستغربه الكاميرا خالص يعني شفتي بقى حاسه ان هي قاعده عائليه وده لذيذ قوي يعني لا والله احنا يعني انا ونجلاء في البرنامج مش احنا مش بقى يعني كده مذيع ومذيع احنا بننكف في بعض شويه احنا اخوات وفي نفس الوقت احنا يعني بنطرح الاسئله حلقه جد حلقه هزار زي كده بنقدرها ده انتوا ناس لذاذ بجد يعني وبرنامج جميل وربنا يوفقكم يا رب ربنا يخليك واحنا مبسوطين بك يا منال ونورتينا حبيبتي وانت يا استاذ مصطفى طبعا انا فخور في وسطيكم طبعا ان انا موجود النهارده ربنا يعزك طبعا عايز برضه من خلال الحلقه اشكر المدام ان هي اللي بتنقل لي اللبس ده ما شاء الله ربنا يخليها لك يا حبيبي عندها رؤيه في موضوع اللبس جميل جدا يعني استنى بقى يعني الستايلس بعد كده بتاع استنى انت بتكسب بونت من البرنامج عايز تشكر المدام وماله الله وماله حقها عليه طبعا مش هتلاقي ده بيضيع لا لا بص انا عايزه اقول لك اللي هو بالشكل ده ما بيضيعش وقتي حبيبتي ايوه انا بوصفه لك اللي هو قناص ما شاء الله ما بيضيعش ايوه شفت الحلقه دي يعني انا طالع قناص ولا ايه طالع قناص انتوا اتكلمتوا مع بعض احنا مع الدكتور طبعا انا قناص جدا مش اول حلقه اتقلبت طبعا لا طبعا انا بجد احنا بنشكر كل الزوجات المصريات وكل الازواج طبعا سواء رجاله ولا ستات طبعا تقولوا لنا بقى ايه في نهايه الحلقه كده نبدا بمنال انت كلمت كتير حاضر اتكلمت كتير لو سمحت محمود نبدا بمنال نبدا بمنال ايه عايزه تقول لنا ايه اخر الحلقه عشان خلاص بنختم يعني هنفضل قاعدين عايزه تقولي ايه شعر برضو قولي حاجه كده حاجه اخيره بحلم ونفسي بحلم اكونك اكون الحلم في عيونك اكون ليلك واكون شمسك اكون الصمت في سكونك بحلم اكون انا كونك بس الله الله تسلمي مني انت بقى يا بابا عايز تقول انت قلت كل اللي عندك بتهيالي يا مصطفى ما شاء الله عليك انا بقول ممكن قلت انا بقول انا بقول نشرب قهوه مصطفى يقول شوف لنا الفنجان لا انا طبعا مبسوط سعيد جدا طبعا في وسطيكم ببارك النادي الاهلي احنا اسعد بيك ببارك النادي الاهلي وان شاء الله يا رب السنه دي يعني تبقى بشره خير علينا جميعا ان شاء الله والازمه كورونا تعدي علينا بمرحله الناس كلها تتعافى وان شاء الله الازمه دي نطلع على خير باذن الله ربنا يخليكم ان شاء الله بشكرك مصطفى خسيب الصديق العزيز طبعا اخويا طبعا حبيبي الله يعزك ربنا يخليك استاذه منال بشكرك ربنا يخليك ميرسي قوي نورتينا منال النهارده والله العظيم وانا سعيده ان انا يعني وانا اتشرفت بيك بجد اول مره اعرف عليك النهارده فانا اتشرفت معاكم جدا ربنا يوفقكم اتشرفت بيك يا مصطفى صديق وزميل عزيز واخ جليل بصراحه ربنا يعزك يا مصطفى ويوفقك يا رب في اللي انت بتعمله شرفتونا شكرا بشكرك يا نجلاء بشكرك يا محمود تصبح على خير وانت من انام لا 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 انا بشكركم ودمتم في رعاية الله السلام عليكم تصبحوا على خير